يعني مبادئ، حتى أخوه كان معاه في السجن، عائلة ثورية وراجل ما عندوش يعني الخوف. التحاق طالب عبد الرحمن وأمثاله من الطلبة بالثورة التحريرية كان نجاحا كبيرا لها حسب أستاذ التاريخ البروفيسور منادي عثمان. فضل أن يقطع دراسته ويلتحق بالجبال، حيث كان التحاق الطلبة بالثورة نجاحا وتحولا في مسار الثورة. هي ذكرى أليمة ولكنها مصدر فخر لكل شعب.